شو بده؟ بس خرب علي ام الدخله. الو، ايش يا قرابتي، ايش يا ابن عاصمتي، ايش يا حب يا عمري؟ مالك ولا مصاري معيش، حل عني. انا بدي منك مصاري يا زلمه، انا جاي اطلب منك طلب صغير بس. برضو معيش يا زلمه، افهم علي يا قلبي، انا طلبي بسيط وسهل عليكم، انتو سفاحين وانكم تطلعوا يوفنتوس برا دوري ابطال اوروبا كثير سهل عليكم، وزمان طلعتوهم يعني مش هالشيء الصعب. طيب ماشي، انا راح نطلعهم اصلا، بس في عندي شرط. الشرط انه اذا صدفت وقعنا مع بعض في ربع النهائي انكم تلعبوا بدون راموس، هذا شرطي. خلص ماشي ماشي، بشوف برن لك عليهم ان شاء الله. اتفقنا، يلا يعطيك العافيه، وترنش علي بلاش انفخ عينك، تخربش علي زي ما سخربت علي. يلا سلام. شو خلنا نرجع الدخلة. لا حول ولا قوة الا بالله. ايش يا خارة، قلت لك ترنش. شو اللي قلت لك ما ترنش؟ حسسني مقضيها طول الليلة كنكن معاك. هو هذا انت؟ طب ايش بدك انت الثاني؟ مصاري ومعيش. لا 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 يا صاحبي، ناقصك مصاري وما بتقول لي؟ ما شاء الله. طيب اسمع، ناقصنا حقي بطاقة، معيش جيجات نت، بدي عدة الببجي وبدها تحديث ابو 13 مليون جيجا، فما معي رصيد وعبي نت عشان جيجا، فهمت علي كيف؟ ابشر ابشر يا صاحبي، بس بدي منك طلب صغير. تفضل اطلب. بدي اياكم اليوم تفوزوا على طون حمار ماديرا وتقلعوا لي اياه برا دوري ابطال اوروبا، عشان يعرف بس انه طقيعه وريح لي على اليوفنتوس الفوز بالدوري بس، ودوري ابطال اوروبا ينجلد فيه ويطلع. تحدي ميسي، اريدك التحدي. انتوا جايين تحققوا احلامكم عندي؟ حلوا عني. ولكن انت فكر فيها، بتتاهلوا للربع النهائي وبتحدث الببجي وبتلعب مود الزومبي. طيب ماشي، اصلا من دون ما حد يحكي احنا راح نجلدهم، راح نجلدهم. والله انك كفو يا زلمه. خلص انقلع وترنش مره ثانيه علي بلاش احشد رب في عينك، ماشي؟ يلا سلام. شو هذا؟ خربوا علي مشان الله. انجلط انا ابو شكلكم بالتلفون بالشقلوب. الو، انا سوزان بنت خاله راف. ايش؟ هلا هلا والله. راف بالمستشفى، حكت لي ارن عليك عشان اقول لك انها محتاجيتك. طب انت لا تعيطي، يعني مش مستاهله راهف تنزل دموعك عشانها، يعني الله يحرقها. ولا ليه ما ارزله صار دي لفها سوزان. تعرفي حاسس بصوتك هيك بحت حزن، ابصر كيف انت مرتبطه يا اخي. ما في حماس، دائما انا بتحمس لدوري ابطال اوروبا بس اليوم ما في حماس، مش لانه انا مثلا خايف انه اليوفنتوس راح يطلع، لا لا، بس يعني عندنا رونالدو والفريق الوحيد اللي ما خسر في الدوري تبعه، وجاي يلعب قدام مين؟ قدام اتلتيكو مدريد. زلمه بدي حماس زي زمان لما هيك نيجي نلعب نقول والله المباراه عامي لازم نشد حيلنا. ماشي، ما هو المشكله انه المباراه في الجيب، عشان هيك انا مش متحمس. الكل توقع انه ليفربول وبايرن ميونخ هي المباراه اللي تكون التوب، طلعت مباراه بيض. مباراه التوب راح تكون مباراتنا لما رونالدو لحاله يسجل هاتريك، لما كانسيلو، مين كانسيلو، لما هذا كانسيلو يسجل له جولين، لما كليني بخشمه يحط له جولين. اللهم يا رزاق يا كريم، اجعل هذا المدعو رونالدو يخسر اليوم عشان تكون فضيحته بالقلاقل، عشان خطته تنكشف للعالم انه رايح لليوفنتوس، عشان اليوفنتوس فريق بأخذ الدوري كل سنة، أما دوري أبطال أوروبا ما بأخذه كل سنة، فيا رب اجعله يطلع اليوم هو وفريقه المستفز. خلص هم راح يطلعوا، انت فيش داعي تدي، راح يطلعوا. اللهم شتت شملهم. اليوم يا رونالدو راح يبين هل أنت كنت تفوز بقوة ريال مدريد، بقوة اسم ريال مدريد، ولا بقوتك؟ هل أنت اللي جبت لنا الأبطال، ولا ريال مدريد باسمه وعرقته هو اللي جاب دوري أبطال أوروبا، وبنزيما كمان عشان ما ننسى، وبنزيما، هل انت ولا احنا وبنزيما؟ اليوم ببين، اليوم ببين، وانا عارف الجواب الصح، بس ديش احكي، يعني خلي المباراه تحكم. خلص بصير كل يوم ارن عليك واطمن على راف، فيش داعي ارن على راف. فيش داعي، ماشي يلا سلام. سلام. والله شكلها هاي سوزان مزه اكثر من راف.
نسينا المباراة، الله لا يوفق اليهود. حتى طاقة الجرينتا الجواتي مش راضي تطلع من الصبح، وانا قاعد بعمل هيك هيك يعني، بلكن طلعنا الراسنجانجل شو اسمها الجرينتا، بس يا اخي مش راضية. ما لا يا رونالدو، ما تعمل فينا زي هيك، ما بدنا هيك، احنا بدنا جرينتا وحماس، احنا متعتنا في الجرينتا. قتل الجرينتا رونالدو، كله اهداف اهداف، هداف الدوري الايطالي، اكثر من صنع في الدوري الايطالي، مش كل مباراة تحط جول يا اخي الجرينتا. اليوم ان شاء الله تحط ثلاثة ونجي لهم جلد الهنود الحمر. يلا رونالدو رونالدو سدد سدد، خلوا الارضية تزحلق، هذول الاتلتيكو كويين رشوا زيت بالارضية وهم متعودين على الزحليق وهذا، فخلوا عشان ما رونالدو ما يسدد عشان يزحلق. انا بعرفكم يا خسيسين، كل اندية اسبانية زيك بتتعامل بالغش. يا سلام، فول فول ايام مانشستر يونايتد يسدد، الجماهير بتشتت في انتباهه، كل ما يمسك الطابق قال بس قاع وجهك انت وياه هنود حمر. بتحمست معقول جرينت رجعت؟ يلا يلا ايوه يا جرينت، ايوه هيك بدي اياكي ترجعي حبه حبه يا علام، حبه حبه. يي علينا قال الفار، طب ما هي بلنتي يا زلمه، ما هو لو فش فار حسبها بلنتي، هسه كبست معك جريزمان. يلا معلش لازم بلنتي يا جريزمان، يلا عادي عادي. يلا يا رونالدو مراوغه مراوغه، يا سلام مراوغه، يخرب بيتك اكسر رجله اكسر رجله، عادي اكسر رجله. قوم 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 يا دلوعة جورجينا قوم، والله انتوا لازم تسموكوا الحمير الوحشية. قصدي ال شو اسمه ال 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 جبنا العيد، طلع ابن الصرمة بيعمل زي هيك قال، ولك احترم القميص اللي انت لابسه عليه ثلاث نجم، بتروح بتقول خمسة ولا ايوه يا رونالدو جلدهم، قول لهم احنا معانا خمسة دوري ابطال اوروبا مش زيكم صفر دوري ابطال اوروبا، ايوه جلد هلكو احنا معانا خمسة. يا ربي بدي الجرينتا، وين الجرينتا؟ ولد ولد صغير ولد بنسى كل شيء وببلش ايش؟ زي مورينيو، هو ومورينيو والبرتغاليين يا اخي، هذول البرتغاليين متخلفين. ثلاث نجم يا ابن الهبل بتعمل زي هيك؟ خمسة ولك ما هن أربعة بالغش. كوستا ابن الصرمة ما أخذ أصفر مش راح يلعب في الإياب، راح يلعب لنا مراتا. كوستا 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 بالله عليك يلا قول 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 قول. جي علينا جي، ولك والله مراتا بيستحي يعملها، إيش هذي كوستا؟ يا ضيعت علينا جول، وفي الإياب ما راح تلعب، راح يلعب مراتا ويجيب فينا العيد مراتا، لسه مراتا بضيع اللي أعطل منها هاي، لما يكون جول فاضي بحطه في الجنب. عارفك بتخاف يا كوستا، أحظك بس أنك تلعب معانا. هو اللي كان يلعب مراته اللي مراته، وكوينك يا مراته؟ ايش انت كنت معانا اساسي صرت دكه؟ بتروح بتطلع كمان بتقول اذا سجلت على اليوفي بدي احتفل؟ اصلا انت اتلتيكو مدريد جايبينك مدافع مش مهاجم. مراته دخل، الله مراته، يعني هيك هم بيعرفوش شيء في الهجوم، يعني مش راح احط جوال. ما وبيحتفل وبيحتفل مراته حط فينا جول وبيحتفل. يا رب انا شايف صح، مراتا حط فينا جول، مراتا يا اخوان. اوه تقعش ايدي ولا تستفزني الجرينتا، ايوه شكلها رجعت الجرينتا ولا تحتفل علينا ولا ايش؟ ايش في بعيد على الفار قاعد ليش؟ تسلل صح؟ انا متاكد انها تسلل. تسلل يا مراتا يا ابن الهبله، ولك بتدفش كليني، ولك كليني اكبر منك، ولك كان في ايام يوفنتوس يحط له هاي في تمك، كان هو اللي يطعميك في ايده، بتدفشه عشان تحط جول وفينا وبتحتفل. التغى الجول يا مراتا، يا بيي يا بيي، نحن نطلع كوستا بلا شوك الاحمر ونضيع كلنا. وزع 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 مراتا مراتا مراتا، يا ربي مراتا حط جول. مش مزاد حلم الليالي، انا وحلم، وانا كنت بحلم انه يحط جول، ما كنتش بحلم اصلا. واحتفل، ايوه اجلد ايوه اجلد يا مراتا. ماله هذا؟ ليش بعيدوا على الفار؟ انتوا لو تشوفوا حالكم فاضيين بتعيدوا على الفار؟ احلى جد بعيد على الفار، طب ما فيش فيها شيء يعني، ليش بتعيد على الفار؟ ان شاء الله اقول لي في تسلل قبل نص ساعه ولا لا يا زلمه الحكم هو اهبل، هسه بعيد على الفار وبيعرف وبجوز يسلخ كليني اصفر كمان. جد لغى الجول؟ ولكو اصلا الفار مش لازم يطبق غير في مباريات ريال مدريد. والله حلو هاي، كل جول يجي يروح يعيد على الفار يشوف هي جول ولا مش جول. يا حبيبي بيحكوا جد هذول؟ هو كل جول بده يجي وواحد وقع على الارض وراح قال الحكم عيد بدك تعيد على الفار؟ لا يا اخوان، والله الفار قتل متعة دوري ابطال اوروبا. والله مين هذا الغبي اللي دخل الفار على دوري ابطال؟ يا اخي
فيش مدعى، شيلوه الفار شيلوه. خلص ماشي دور 16 في فار، بس ربع النهائي ونصف النهائي ما بلزم الفار والله، والله العظيم ما بلزم الفار. ما في جرينتا ما في جوال، وين المتعة في الموضوع؟ وين المتعة في الموضوع؟ عيد على الفار، عيد على الفار. ايوه ايوه خلوه يعيد على الفار. هيو هيو بونوتشي واقع على الارض، بونوتشي واقع على الارض، انا متاكد فيها غلط. عيدوا على الفار، عيدوا على الفار يا اخي. الله لا يوفقك يا بونوتشي. طب انت لو ما وقعت ما فيها شيء، لو ما وقعت ما الطابخه خبطت فيك ورجعت وحطوا فيها جول. انت شفت حالك فاضي قلت بوقع في حال اجت جول بالغول جول. اذا ما الله يخزيك. كله من وراك يا كوستا، والله كله من وراك. لو انك موجود هسه كان حطوا حطوا الجول، حطوا الجول. دقيقة في واحد وقع، راح يعيد على الفار، راح يعيد على الفار وراح يلغي الجول. مدام في واحد وقع خلاص التغى الجول. ها هذا على الفار، بده يعيد على الفار. انا عارف انا عارف، لو نحط 10 جوال غير يلتغم بالفار. حكم متخلف غبي ابن غبية، ما لغاش حسب الجول. والله انك حكم بتفهم. لا 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 رونالدو مش راح يسكت على المهزلة هاي، مش راح يسكت، راح يسجل فيهم وراح يرجعنا وراح نفوز. وفرضهم وجدهم كمان في ارضنا. يلا اوعى دير بالك، اوعى 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 اوعى. الطابة كانت برا، رونالدو سجل علينا، رونالدو ما كانش قصدي تسجل علينا، قصدي تسجل عليهم. الطابة كانت برا دخلها جوا الجول ورونالدو في صفر. حكم عيد على الفار، قبل دقيقتين في لاعب وقع في نص الملعب برضو. صرخ مديرة، صرخ مديرة حط لنا جول. في اثنين واقعين على الارض، بس في واحد منهم قام. لا في واحد ورا واقع على الارض، راح يعيد على الفار صح؟ بنت انا كورة وقع على الارض جول يعني ولا ايش؟ راح تحسبوه ولا بدكم تعيدوا على الفار؟ والله انك رونالدو اي لاف يو. حتى وهي الطابه دخلت على الجول بقول لك هيك انه هيك عمل، الطابه دخلت فيه وغجت جول. يا عمي خلاص خمسه ولك. انا ما بنكر انه انت اسطورتنا، اسطورتنا الحيه، حيه ولا سحليه؟ ها لا انت اسطورتنا، انا ما بنكر هذا الكلام، ولكن انك تطلع من عندنا وتروح على يوفنتوس وتقول هنا اكثر عائله وهنا اليوفي اكثر جمالا ولقد اخذت القرار بشكل سهل، لهالدرجه كنا سهلين عليك؟ عشان تعرف يا بيبي انه الريال هو اللي جاب لك الابطال وهو اللي جاب لك الكرات الذهبيه، احنا اللي جبنا لك كل شيء. فلا تقعد تتهبل بكره روح يلعب معانا وروح مثلا يحط فينا جول ويحتفل، جماهير تعمل له صفرات يقول له خمسه دوري انت اسطوره، ولكن ميسي افضل. قصدي بنزيما افضل، بنزيما. بعدين انت يا يوفنتوس اشتريتوا المسدس ونسيتوا الطلق عن ابو ابراهيم الظاهره بنزيما اتحدث، نسيتوا الطلق، بنزيما اللي كان يفتح المساحات عشان يسجل. ايوه هيك يجلدوا الحمير الوحشيه وجماهيرهم ورونالدو. جلد ميل برن، هذا انا ما صدقوا نفوز عشان بلشوا الا اني يا زلمه افصل، خلنا نروح ارن على رهف، قصدي سوزان، واطمن على رهف. لما رونالدو حس انه احنا ما في عنا جرينتا او راحت الجرينتا قال لك بنخسر وبالاياب بنعمل ريمونتادا زي ايام فولسبورغ لما رونالدو رجع ريال مدريد حط لهم هاتريك. راح نرجع رونالدو راح يرجعنا، الناس هسه كلها راح تتشمت وتصير تخوف على رونالدو، ورونالدو في الايش في الاياب يجلدهم. اتظن انك قد طمست هويتي عثبا يا قلبي انت بتحكيها وبتعملها غلط، مش هيك بتنحكى ومش هيك بتنعمل. طب علمني اياها كيف تنحكى، انت عندك خبره في هذا الموضوع. طيب عيد وراي واعمل اللي بعمله، ترى العمل ضروري مش بس الحكي. يلا ماشي احكي يلا. اتظن انك قد طمست هويتي، اتظن انك قد طمست هويتي عبثا تحاول لا فناء لثائر انا كالقيامه ذات يوم اتي، عبثا تحاول لا فناء لثائر انا كالقيامه ذات يوم اتي، ستعود ستعود حتما ستعود. بك انا اضرب حالي زي هيك؟ ولك ما هي هاي اذا ما بتعملها اصلا ما في عود، هاي الجيرينتا يا صديقي مالنا، يعني اذا عملتها من عود؟ طبعا بدي اخشك انا يعني؟ طيب ستعود. بديش نعود بديش، وقع برا انت ان شاء الله ينكسر الثاني يا نادي التحكيم الايطالي.